من القصص الطريفة في حياة الحجاج قصة الشبان الثلاثة، حيث أنه لما تولى الحجاج شؤون العراق أمر الجنود أن يطوفوا بالليل، فمن وجده في الشارع بعد العشاء ضرب عنقه. وفي إحدى الليالي وجد الجنود ثلاثة صبيان، فأحاط بهم وسألهم: من أنتم حتى خالفتم أوامر الحجاج؟ فقال الأول: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. فأمسك عن قتله وقال: لعله من أقارب الأمير. وقال الشاب الثاني: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قياما حولها وقعود. فتأخر عن قتله وقال: لعله من أشراف وأغنياء العرب. وقال الشاب الثالث: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركاباها لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت. فترك قتله وقال: لعله ابن أحد شجعان العرب. فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج فأحضرهم وكشف عن حالهم، فإذا الأول ابن حجام، والثاني ابن فوال، والثالث ابن حائك. فتعجب الحجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه: علموا أولادكم الأدب، فلولا فصاحتهم لضربت أعناقهم. ثم أطلقهم وأنشد الحجاج يقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.